حينما رأى عثمان رضي الله عنه أن المسألة تطورت وأن الأمر تفاقم، نام تلك الليلة فرأى رؤيا عجيبة. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صائم اليوم؟ قال: نعم. قال: ستفطر معنا. فعلم عثمان رضي الله عنه أنه ميت في هذا اليوم، علم بأنه سيقتل في هذا اليوم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أخذ المصحف واحتضنه وأخذ يقرأ رضي الله عنه وأرضاه. ثم دخل عليه رجل أسود سمى نفسه بالموت الأسود، فقام فخنقه خنق عثمان رضي الله عنه، ثم ضربه بالسيف وهو يتلو القرآن، وطار شيء من دمه على المصحف رضي الله عنه وأرضاه، ولفظ أنفاسه الأخيرة شهيدا في سبيل الله رب العالمين. هكذا انتهت حياته رضي الله عنه، وقد جاوز 80 قضاها كلها في طاعة الله سبحانه وعز. ولذلك أيها الإخوة، هذه الفتنة العظيمة التي كان ضحيتها الخليفة الراشد، كان من أسبابها ذكر مثالبه وذكر معايبه والزيادة فيها، أيضا اجتماع هؤلاء الأوباش والرعاع وعدم سماعهم لأكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعدم صدورهم عن العلماء الأكابر، أيضا الاستجابة لمن كان مندسا بين المسلمين مثل عبد الله بن سبأ وتصديقه في مثل هذه الأحداث، كل هذا جر على الأمة مثل هذه الويلات ومثل هذا البلاء الذي ما زالت الأمة تصطلي بناره، وما زال كثير من المسلمين للأسف الشديد لا يأخذون الدروس ولا العبر من هذه الحادثة العظيمة، والتي في واقع الأمر تمثل كارثة من الكوارث ومصيبة من المصائب.